حكاية عباس. عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفه. بلع السارق ضرفه، قلب عباس القرفاس، ضرب الأخماس لأذات بقي الضفة، لملم عباس ذخيرته والمتراس ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني، عباس، أبناؤك قتلى، عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني، عباس، أبناؤك قتلى، عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا، زوجته ترتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد. فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة اصقل سيفك يا عباس.